نروح لخبر مهم جدا، هو إعلان روسيا عن استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من 9 أغسطس اللي جاي، وأكدوا كمان إن ده هيكون لكل أو يعني هيكون لكل مسار منهم 5 رحلات في الأسبوع، يعني تقريبا 10 رحلات روسية أسبوعيا هتدخل مصر للسياحة. الميزة كمان يا كريم بإذن الله إن في تأكيدات إن الرحلات هتزيد أكتر وأكتر بشكل متلاحق، وده هيكون بناء على نتائج زيادة الوفد الروسي لمصر، زيارة الوفد الروسي لمصر، واللي فيها هيتم تقييم الوضع الوبائي واتباع طبعا الإجراءات الاحترازية. تفاصيل أكتر خلونا نعرفها من الخبير السياحي الأستاذ عصام علي. صباح الورد يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. طب احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن استئناف الرحلات الجوية لروسيا. في البداية من موسكو لمصر يعني. لحضراتكم انه منذ اعلان روسيا عن استئناف الرحلات الى الغردقة وشرم الشيخ في 9 اغسطس القادم، تضاعفت خدمة البحث ليفل ترافل على منتجعات مصر السياحية للغردقة وشرم الشيخ 10 اضعاف في غضون ساعتين، بينما سجلت خدمة السفر زيادة مضاعفة في عمليات البحث عن تذاكر الطيران في روسيا للغردقة وشرم الشيخ. ويمكن كمان يمكن خلال ال 72 ساعة الماضية تحدثت عدد كبير من وسائل الإعلام الروسية عن قدرة مصر على تقديم حزم سياحية وتسعيرية تنافسية أفضل بكثير من الدول المنافسة زي تركيا وقبرص واليونان وتونس ودبي فور انطلاق الرحلات من روسيا الى منتجعات الغردقه وشرم الشيخ. النهارده بيصل مصر وفد روسي لتفقد الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والاطلاع ومراجعه بوابات الدخول والخروج للسائحين الروس وتقييم الوضع الوبائي. يمكن كان في تنسيق بين وزاره الصحه ووزاره السياحه على جاهزيه كمان تزامنا مع الوفد الروسي اللي بيصل مصر النهارده على جاهزيه 400 سرير داخل المدن الساحليه في الغردقه وشرم الشيخ في حدوث اي اصابات لا قدر الله، وكمان جاهزيه 120 جهاز تهويه داخل المستشفيات. طبعا كان في تنسيق بين الجانب المصري والجانب الروسي على زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان في 7 رحلات بتتوافد على مطار القاهرة الدولي، ولكن تم الاتفاق بين الجانبين مبدئيا الجانب الروسي والجانب المصري على 5 رحلات لمدينة شرم الشيخ السياحية و5 رحلات لمدينة الغردقة. يمكن بعد مرور 15 يوم الجانب الروسي أكد في حالة إيجابية الوضع الوبائي داخل المنتجعات السياحية وداخل الغردقة وشرم الشيخ إن عدد الرحلات هيزداد للغردقة وشرم الشيخ من 5 رحلات أسبوعيا الى 20 رحله مبدئيا. ومع مرور شهر الجانب الروسي في كثير من وسائل الاعلام اكدت ان عدد الرحلات بعد مرور شهر او 3 اسابيع ممكن يصل الى 40 رحله للغردقه و40 رحله لشرم الشيخ خلال الاسبوع. طب استاذ عصام، يعني احنا بنتكلم على الرحلات دي اللي هي رحلات الشارتر صح؟ احنا طبعا حضرتك في رحلات الطيران المنتظم لمطار القاهره، ولكن هتبدا الرحلات طيران منتظم على مطار الغردقه وشرم الشيخ، وطبعا هيتبعها لاحقا طبعا رحلات الشارتر ان شاء الله، ولكن هو مبدئيا تم الاتفاق على عوده رحلات الطيران المنتظم لمطارات الغردقه وشرم الشيخ. طب هل في تنسيق مع دول اخرى لاستئناف الرحلات الجويه برضو؟ يعني المنتجعات الغردقه وشرم الشيخ يمكن خلال الفتره الاخيره بتشهد ارتفاع ملحوظ من عدد كبير من الدول، كان في مقدمتها اوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا ويمكن سويسرا وهولندا والمجر والتشيك. فالحركه السياحيه يعني في تصاعد تدريجي من عدد كبير من الاسواق وعدد كبير من السائحين اللي بيزوروا المنتجعات السياحيه داخل مصر خلال الفتره الاخيره، يمكن مع دخول فصل الربيع وان شاء الله شهر اغسطس يمكن الحركه السياحيه هتشهد ارتفاع ملحوظ، وخصوصا كمان عوده السوق السياحي الروسي الى منتجعات. طب من وجهه نظر حضرتك يعني الوضع هيرجع كما هو عليه في السابق امتى تبقى الرحلات بالعدد اللي احنا كنا متعودين عليه؟ بالتاكيد طبعا ان الرحلات هتبدا في الزياده تدريجيا خصوصا من اوروبا او من كافه الدول الاوروبيه.
تدريجيا خلال دخول فصل الربيع، خاصه ان طبعا مطارات الغردقه وشرم الشيخ حاصله على شهاده البي سي ار الدوليه، ويمكن ده هيدفع عدد كبير وبيشجع عدد كبير من الدول على زياده عدد السائحين خلال الفتره القادمه، خصوصا ان عدد كبير من الدول داخل اوروبا يمكن مواطنيها حصل على اللقاح، وده بيساعد وبيسهل على عمليات السفر لمنتجعات الغردقه وشرم الشيخ داخل مصر. نشكرك شكرا جزيلا طبعا الاستاذ عصام علي الخبير السياحي، كنت معانا في صباح الورد، ويعني كل دي تطورات مهمة جدا في مسألة طبعا عودة الرحلات السياحية لمصر، الغردقة وشرم الشيخ والبحر الأحمر يمكن كمان، أعتقد أنه مع دخول كمان شهر سبتمبر وأكتوبر كمان الرحلات بتزيد في الأماكن دي بالذات. يعني هتكلم بلسان أي حد بيتفرج علينا مش كمذيعة، يعني كلنا نفسنا نغمض عنينا ونفتحها نلاقي الوضع رجع زي زمان، كل حاجة رجعت للسياحة، الطيران، السياحة، الطيران، التنقل، كل حاجة عانينا منها الفترات اللي فاتت، إن شاء الله زي ما بيقولوا كده شدة وتزول. ما احنا علشان كده بقى لازم نقول للناس يا جماعة خدوا اللقاح، خلي بالكم من موضوع الكوفيد أو الكورونا، يعني كل الإجراءات الاحترازية دي علشان نرجع تاني زي ما كنا، وعلشان كمان هذا الوباء ينتهي نرجع أحسن كمان إن شاء الله.